رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم جئنا إلى هنا لكي نستعيد ثورتنا هناك في مصر، ولكي نقف بجانب أهلنا في مصر، نقف بجانب أهلنا الذين ضحوا بكل غالي ونفيس، ونقول للانقلاب، نقول للانقلابيين في مصر: سنظل في بريطانيا، سنظل بسلميتنا في بريطانيا، وفي نناشد وننادي أن تعود الحرية إلى مصر والديمقراطية إلى مصر التي اغتصبت من الشعب المصري. سنقف بجانب أهلنا في مصر، وسوف نكون لهم جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف حتى يتم كسر هذا الانقلاب الذي تعدى على الحريات والحقوق واغتصب السلطة التي قام الشعب المصري قام لكي يقوم باستردادها، وها هم الآن يحاصرون المساجد، وها هم الآن يحاصرون الناس في بيوتهم. نحن سوف نظل هنا من بريطانيا بلد الديمقراطية نناشد ونقف بجانب أهلنا في مصر بأن تعود إليهم حريتهم مرة ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله. النهاردة عشان 25 يناير من حساب المواليد 25 يناير النهاردة خامس سنة 2016، عايزين يعني نحارب من صوتنا اللي بيحصل في مصر، وإن شاء الله اللي صوتنا يطلع، وإن شاء الله اللي بيحصل في مصر ده يفتح إن شاء الله. يسقط كل كلاب العسكر، Thank you.
أما بعد أيها الإخوة الأساتذة وأيتها الأخوات الفاضلات، أولا رسالة منظمة لإخواننا ولسوار شعب مصر، نحن معكم ونحن بكم ومزيدا من الصبر والثبات، وإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أجر من أحسن عملا، مزيدا من الصبر ومزيدا من الثبات. الرسالة الثانية منظمة إلى المؤسسة العسكرية، نقول لهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هم الآن في مصر يقتحمون البيوت ويقتلون المتظاهرين ويحاصرون المساجد ويعلنون الحرب أمام الله سبحانه وتعالى، محاربون الله سبحانه وتعالى، ونقول لهم كما قال رب العزة سبحانه وتعالى في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والرسالة الثانية: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون، نحن موعود موعودين بالفراعنة يا سيسي يا طاغية مصر، العاقبة لا تكون إلا للمتقين، العاقبة لا تكون إلا للمتقين.